اوكي، هو انا قررت ان مثلا اوصف الذكريات وابقى بعبر عنها بكلمة الحر. يعني بحس ان هي ذكريات الانسان شوية بتكون بشكل ما تثقله في لحظة، فحسيت ان الوصف اللي بالنسبة لي ان انا حابة اقوله هو وصف الحر يعني. بس عشان كده جاء فكرة اسم الفيلم. طيب لو انا حكينا كده عن المهرجانات اللي شاركت فيها او لسه كمان هيشارك فيها الفترة اللي جاية. هو حاليا احنا جالنا رد من اول مهرجان في البرتغال اسمه اولاد دونات درانيو، وده ده مهرجان لافلام المرأة في لشبونة. ده كان اول مهرجان احنا قدمنا فيه، وهو حاليا ده الوحيد اللي جالنا الرد بتاعه. مستنيين رد تاني من مهرجان اسمه مونتليه في فرنسا، ده يعتبر من اكبر المهرجانات في فرنسا بعد كان. حتى الان يعني دول اللي احنا جربنا فيهم، لسه شويه بنفكر لو هنكمل في اوروبا بعدها يبقى عندنا خطه للتوزيع في امريكا والوطن العربي ومصر السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب روان، كلمينا اكتر عن استعداداتك لتجهيز الفيلم، يعني خد منك وقت وشغل قد ايه وبداتيه من امتى؟ احنا خلال المدرسه في مدرسه السينما في الجزويت كان بيبقى عندنا سيشنز سيناريو، فالسيشنز دي بدات من نوفمبر 2020. دي كانت مرحله ان احنا كلنا بنكون الافكار بتاعتنا و فيها لحد ما بدانا تصوير. حاولي تغيري المكان شويه روان، الصوت بيقطع برضه. الو كده احسن؟ ايوه اوكي. لحد ما بدانا تصوير في اغسطس 21، وحاليا انا خلصت مرحله ما بعد الانتاج خلال بدايه السنه دي. بس حلو. طيب قولي لنا كده، ايه الصعوبات اللي قابلتك في تنفيذ الفيلم؟ يعني بالنسبه لي كانت اكتر حاجه عامله مشكله قوي ان هو الفيلم مختلف، يعني هو مش الشكل العادي للفيلم الروائي القصير، هو شويه يميل للتجريبي. وفي نفس الوقت واجهني صعوبه كبيره جدا في التصوير الخارجي، لان انا الفيلم بتاعي كله ما فيهوش ولا مشهد داخلي، كنت بصور في الشارع طول الفيلم. فكان عندنا صعوبات كثيره جدا بتتعلق بالورق الرسمي او بالتصاريح، الاجواء بالتصاريح اكيد، وبالاجواء عموما المحيطه. يعني الناس برضه بتبقى مستغربه شويه نوع الانتاج المستقل للسينما، اللي هو بيبقوا شايفين ان لازم لو حد بيصور فيلم يبقى فيه 20 مليون بني ادم وكاميرات كبيره بالظبط بالظبط، فما كانوش شويه فاهمين قوي احنا بنعمل ايه. بس اعتقد دي كانت اكتر حاجات واجهتني يعني. حلوه. روان، دايما يعني اي فيلم او اي فكره خاصه بالفن يعني دايما محتاجه دعم، محتاجه فلوس. عملتي ايه وانت لسه يعني في مقتبل بقى المشوار بتاعك ان شاء الله، ويكون بقى دي يعني بدايه النجاحات ليكي ان شاء الله. التكلفة كانت عالية ولا ما كانتش عالية؟ وكمان ازاي يعني تم تنفيذه من خلالكم ولا كان من خلال شركة منتجة؟ والله هو الفيلم علشان يعني مشروع تخرج لمدرسة السينما، فاحنا كده كده مدرسة السينما بتكون موفرة لنا جزء دعم مادي، ده غير الانستراكتورز اللي بيكونوا موجودين طول الفترة بتاعت الدراسة. فالجهة الانتاج بشكل يعني بشكل واحد هي كانت مدرسة السينما يعني. غير كده اللي بيكون حابب ان هو يدعم مشروعه عن طريق هو بنفسه او كده، او يكلم شركات انتاج، ده كان اوبشن متاح طول الوقت برضه. طيب روان، كلمينا اكتر بقى عن الناس اللي شاركت معاكي في الفيلم، ابطال العمل، وانتي الكرو بتاع العمل اللي شارك معاكي، اخترتيهم ازاي؟ اخترتهم ازاي؟ يعني كان في بعض الاشخاص كانوا معايا اوريدي في الكليه في فنون جميله، وبالصدفه كنا بندرس في نفس السنه برضه في مدرسه السنه سوا، فكان لطيف جدا ان احنا نقدر نشتغل مع بعض بميديامز مختلفه. الممثله بتاعت الفيلم الحقيقه كان اختيارها جاي صدفه تماما، ولحظه ما كنت بعمل كاستنج كان عندي كده شويه اعتراضات عليها. التدريب الاخراج اللي كان معايا كانوا عايزين ان انا اختار ممثلين معروفين اكتر علشان ده يبقى كويس للفيلم ان هو يتعرض او يتشاف او كده، وانا بصراحه يعني من ساعه ما
شفتها من ساعه ما جت الاوديشنز وحسيت ان هو لا يعني هي اكتر حد مناسب للدور، وهي بصراحه كانت مساعده جدا وكل حاجه انا كنت طالباها وبزياده كمان. يعني انت عارفه يمكن غالبا مش هيكون ما كنت موجود اعتقد. احيانا بيبقى الافلام بتنجح جدا بسبب انه ابطالها بيبقوا اول مره يمثلوا او اول مره يقفوا قدام شاشه وما بيمتهنوش مهنه التمثيل بشكل محترف، الفيلم بيطلع تلقائي جدا حسب رؤيه المخرج او المؤلف. بالظبط بالظبط. الممثله بتاعتي جديره عبد العزيز كانت فعلا اول مره تمثل وكانت متوتره جدا، بس الموضوع بصراحه في الاخر طلع بشكل عظيم جدا. يعني ما كنتش اتمنى احسن من كده. حلو قوي. طيب